الصحة هو الاسم التسويقي لشركة أبوظبي الخدمات الصحية، وهي شركة مساهمة عامة مستقلة تمتلك وتدير جميع المستشفيات والمراكز الصحية العامة في إمارة أبوظبي. تأسست شركة صحة بموجب المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 2007، وهي أحد أبرز المشاركين في مسيرة إعادة تنظيم قطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي. هذه المسيرة الرامية إلى تطوير وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للجمهور والارتقاء بها إلى مستوى يضاهي أرقى أنظمة الرعاية الصحية في العالم. وقد بدأت هذه المسيرة بفضل إدارة الرعاية الصحية، وواكب ذلك اكتساب صحة للقدرات والإمكانات التي أهلتها لتصبح مشغلاً ومديراً متكاملاً في قطاع الرعاية الصحية. وتشمل قائمة الشركاء الحاليين مع صحة مؤسسة جونز هوبكنز الطبية العالمية، مؤسسة كليفلاند كلينيك، وفريزينيوس ميديكال كير. واليوم يشمل النظام الصحي لدى صحة 12 مستشفى يضم 2644 سريرا و62 مركزا وعيادة صحية و47 مركزا للغسيل الكلوي وبنكي دم. تعد صحة واحدة من أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث توفر باقة متكاملة من الخدمات الصحية وفق تقنيات طبية هي الأحدث على مستوى المنطقة. تقدم مرافق الشركة سنوياً خدماتها لمئة ألف مريض داخل مستشفياتها، كما تقوم بإجراء ما يقارب 41 ألف عملية جراحية، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الصحية لما يزيد عن 5 ملايين مريض في عياداتها الخارجية. تقدر أعداد العاملين لدى الصحة بأكثر من 17500 موظف منتشرون في مختلف أنحاء إمارة أبوظبي، في المنطقة الغربية حتى المنطقة الشرقية، مرورا بمناطق وسط الإمارة وضواحيها. وتمتاز شركة صحة بتقديم العديد من الخدمات الصحية المتخصصة وبشكل حصري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مستوى المنطقة بأكملها.